دكتور، إذا تقرير لمجلة فورين بوليسي يعتقد أن الصين يعني تتخذ إجراءات بشكل ممنهج لمنع التكاثر السكاني في ولاية شينجيانغ للحد من أعداد الإيغور، هل تتفق مع ما ذكره هذا التقرير تحديدا حسب اطلاعك على هذا الملف؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله. حقيقة طبعا هي سياسة تحديد النسل ليست جديدة على الدولة والحكومة الصينية، يعني سواء كانت تلك متعلقة بالإيغور أو حتى غير الإيغور سابقا. يعني الآن ما يميز هذه المسألة بالنسبة للإيغور اللي هم سكان إقليم تركستان أو دولة تركستان سابقا، أن الصين اعتمدت سياسة جديدة تجاه ما يسمون بالهان وهم الغالبية، وهي سياسة سماح بزيادة نسل هؤلاء بدل ما كان القانون السابق يقيد حتى هؤلاء أن يكون هناك مولود واحد فقط. الآن أصبحت الدولة تشجع هؤلاء على زيادة النسل إلى 3 لكل عائلة إلا الأقلية المسلمة الإيغور وبعض الأقليات الأخرى مثل التبت. فبالنسبة لهؤلاء سياسة قديمة، أقصد سياسة الصين تجاه الإيغور في تحديد النسل سياسة قديمة منذ السنوات حقيقة تتبع. في 2018 كانت هناك إحصائية تتحدث عن أن نسبة المواليد قد انخفضت في هذا الإقليم 60% عن المعدل الطبيعي، لأن هذا الإقليم كان يشهد هناك النمو في عدد سكانه، ولذلك الدولة تتخوف من زيادة السكان المسلمين في هذا الإقليم. حسب الإحصائيات الشبه رسمية نحن نتحدث عن 25 مليون. فالدولة كانت تتبع منذ سنوات سياسة تحديد النسل، بل وسائل وأساليب فيها يعني انتهاك للحقوق، وفيها أيضا نوع ما يسمى بإصرار على التغيير الخارطة الديموغرافية لهذه المنطقة من خلال تقليل نسبة المسلمين وزيادة نسبة الصين الهان الذين تدفعهم الحكومة لأن يستوطنوا هذا الإقليم حتى يتم تغيير الخارطة الديموغرافية السكانية لهذا الإقليم. نعم، نحن نعرف أن الصين كما ذكرت يعني كانت يعني تجبر السكان على الحد من المواليد، وأخيرا سمحت بإنجاب 3 أطفال لكل عائلة، ولكن يعني داخل هذه السياسة هناك سياسة أخرى خاصة بسكان إقليم تركستان تحديدا من يعني عرقية الإيغور، لنفهم أكثر هذا الموضوع. صحيح، بالنسبة لهذا الإقليم أنا قلت هذا الإقليم حتى الآن حتى بعد تعديل القرار يعتبر استثناء، لا يشمل القرار هذا، قرار السماح لا يشمل هذا الإقليم، قرار سماح الزيادة لا يشمل هذا الإقليم. في هذا الإقليم الحكومة الصينية كانت حقيقة تمارس ضغوط كبيرة على السكان في تحديد النسل. من يثبت من هذا الإقليم من السكان المسلمين أن هناك عدد العائلة تزيد عن شخصين، يعني عن طفل أو طفلين بالكثير، يتم سجن هذه الأم في معسكرات الاعتقال أو ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل، هكذا تسميه الحكومة الصينية.